أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الخاصة برحيل السلطان قابوس بن سعيد، والذي تميزت فترة حكمه بالإنجاز داخليا وخارجيا. يوم توليه الحكم مع السبعينات، قال إن عمان اليوم غيرها بالأمس، وجهها الشاحب تبدل ونفضت عنها غبار العزلة والجمود، مسار طبقته حكوماته المتتالية حتى رحيله. إذا بدأت في مسقط مراسم تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد في عمان، حيث كانت أعلنت وفاة السلطان قابوس عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض. كما أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل في القطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الـ40 المقبلة. إذن وأدى هيثم بن طارق آل سعيد، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، اليمين القانونية سلطانا جديدا لعمان. وأدى السلطان اليمين أمام مجلس عمان صباح اليوم، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة بعد الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا الأستاذ حسان الزين، رئيس تحرير مجلة الشاهد. نرحب بك أستاذ حسان. بداية، لو نستطيع حضرتك، أيضا كان لك كتاب عن سلطنة عمان في هذه المرحلة، في مرحلة السلطان قابوس، سنأخذ بعد قليل. لكن عفوا أستاذ حسان، لو نتحدث أكثر عن هذه الحقبة، عن كيف كانت سلطنة عمان وكيف تحولت في عهد السلطان قابوس وما وصلت إليه اليوم، في مخص التطور داخليا، وأيضا دورة كان لها دور أساسي ومركزي في مخص بعض الأزمات الإقليمية، كان لها دور في حلحلتها. هذا صح التعبير؟ لو نتحدث تفضل. هو الحقيقة يعني ليس من السهولة اختصار تجربة عمان مهما حاول الواحد، لأنه يعني تنطوي على غنى ودلالات تفوق ما ألفناه بالأنظمة السياسية. ولكن يكفي لك أنه كانت عمان يعني معرضة للانقراض، لأنه استلموا سلطة متآكلة ومراكمة من الديون ما يستحيل سداده بسنوات قليلة. إلا أنه يعني قدرة السلطان قابوس على رؤية ما يريد من سلطنة، ما يريد لسلطنة عمان، استبق فيه يعني اي احتمال ممكن ان يعني ياخذها بطريق اخر. كانت معرضه بلد للانقسام، فيها حرب اهليه، دائره واحده منهم بالجنوب، اكثر فاكثر كان فيها هناك بالجنوب بالذات قوى يساريه يعني تعكس ايديولوجيا طويله عريضه وتحاول استقطاب هذه الدول المجاوره لها لمثل هذه الايديولوجيا. كان وقتها في ثورة ظفار ودور عدن بتحريك هذه الثورة بما يوافق ايديولوجيتها أو تطلعها السياسي. وكان هناك أيضا حالة من الفقر مذري، يعني كانت نسبة البطالة أعلى نسبة عرفها العالم، كانت فيها نسبة 70%. ولذلك عرفت عمان يعني نوع من النزوح ومن الهجرة ما لم تعرفه كل الدول المحيطة فيها. فلما أخذ هذا البلد، يعني أخذ بلد يريد إحيائه من جديد. وهنا يعني إحدى أكبر المفارقات وأعظمها دليلة هو الصيغة اللي تعامل فيها مع كل هذه التناقضات، بما فيها ما يسمى بثورة ظفار. فوجئوا الناس اللي هن الثوار برجل ينزل بهليكوبتر ويفاجئهم وإذ هو السلطان قابوس حامل رسالة واحدة لا أكثر ولا أقل: تريدوا نبني عمان، قوموا ابنوها معي. هذا ليست وطني أنا، بل وطنكم ووطن كل الله. وهذا ما حصل، وحتى الآن الناس اللي رافقوا موجودين معه. خذي على سبيل المثال مستشاره عبد العزيز الرواس، وبالتالي ايضا يوسف بن علوي. هؤلاء ناس كانوا يعني محسوبين للثوره
وانتقلوا مقتنعين بانه نحط ايدنا بايد السلطان لانه ما عاد الوضع بعمان يحتمل. وواحدة من الدلالات الاخرى اللي هو هالديمقراطيه اللي تصورها، يعني احل مباشره كانها ديمقراطيه مباشره. يعني مش مجرد واحد عم، مش مجرد حاكم عم يطرح مجرد شعار انه انا ديمقراطي غير ديمقراطي. وضعوا موضع التنفيذ، اسس له مؤسسات من مجلس عمان، وكان يجمع مجلس عمان والحكومه وكل الكوادر الثانيه في مجلس ما يسمى هو هذا مجلس عمان. كل هذه القوى الفاعله الفعاليات كليتها يأطرها بصيغه واحده او بتنظيم واحد، وكان يعقد كل سنه مؤتمر او ما يسمى بمجلس عمان ويطرح فيه خططه، خطط قصيره المدى وخطط طويله المدى، يعني الخطط التنمويه 5 سنوات 10 سنوات، الى ان بدانا نرى يعني انه استبق جوازه لحاضره، يعني قدر يتكلم بمستقبل عم نعيشه هلا بينما عمان عاشته قبل عقد ونص من الزمن. تصوري لوين. فهذه وحده من ميزته، يعني لا شك انه شخص من يخلق من بلد هو في حالة نزاع، في حالة يعني في حالة احتضار، ويرد له هذه الحياة ويجعله دولة من أهم دول الوطن العربي. هذه واحدة من سمات عمان، أنه نظامها يتمتع بالقوة ويتمتع بأكثر فأكثر بالسياسة، جعلته يعني واحد من الدول اللي ما بيقدر يتجاهلها العالم. يعني الآن دول كثيرة من دول أوروبا تقتبس من 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 سياسته ما 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 يعين على أن تعممها على دول العالم الثالث كليتها. طبعا هذا انجاز كبير. طيب هذا انجاز على المستوى الداخلي، يعني حضرتك تحدثت عن ان السلطان قابوس كان لديه رؤيه واستراتيجيه ووضع خطط على المراحل القصيره ومراحل طويله الامد بالنسبه لنهوض سلطنه عمان، لكن ايضا كان لسلطنه عمان دور كبير كما تحدثنا على المستوى الاقليمي، على المستوى العربي، على المستوى الخليجي. بما خص الدائره الصغيره على المستوى الخليجي، لو نستطيع فقط ان نذكر بابرز المحطات التي لعب فيها دور على المستوى الخليجي، مستوى مجلس التعاون الخليجي ايضا، الدور الذي لعبته عمان في ان كانت صله الوصل في بعض المراحل في الازمات ما بين دول الخليج ايضا. نعم، هذه كمان واحده من الدلالات، يعني من السياسات اللي تحسب لسلطنه عمان والفضل فيها يعود للسلطان نفسه. نعم. على سبيل المثال في حرب العراق، في الحرب على العراق، كان الدولة الوحيدة اللي أبقت سفارتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع العراق هي سلطنة عمان. نعم. حتى بكام ديفيد كانت الدولة الوحيدة اللي بقت سفارتها بمصر من دون أن تقبل بكام ديفيد، من دون أن تقبل بديكتاتورية صدام حسين. نعم. ولكنها يعني أقدمت على خطوتها بلا انفعال، إنه آخر النهار بدنا نقعد سوا، بدنا نتفاهم سوا ونوضع مسارات. كانت هذه المبادرة يعني واحدة من الأسباب اللي جعلت العراق ومصر وغيرها، يعني وغير دول عربية، تخرج من أزماتها برؤيته الحكيمة. هذه برؤيته الحكيمة، يعني كان نواة استقطاب، في شبهه للسلطان أنه كان نواة استقطاب تدور دوائر حواليها داخليا وعربيا ودوليا انطلاقا من مفهومه للسلام. يعني هو ما كان يعتبر الامن هو الاولويه على سبيل المثال، كان يركز على الامان، انه ما هو اهم من الامن، الامان ما هو اهم من المشروع، هو ان يخلق الناس اللي تجعل تطور امكانياتها وقدراتها لتنفذ مشاريعها دون الاستعانه بقوى خارجيه، ابقى على القوى العامله الاجنبيه وابقى على حقوقها، لكن قطع فيها مرحله لم يكن يعني لا الى حين اهل شعبه
والان تتمتع يعني بسمعه علميه، حتى بياخذوا جوائز صاروا سلطنه عمان. نعم، هذا وعلى المستوى العلمي حضرتك يعني اشرت اليه باخر الحديث، لكن ايضا لو نركز على هذه الفكره وايضا استقطاب العماله الاجنبيه وكيف حافظ على العماله الاجنبيه. هو يعني كيف بدي اللي كاها يعني سلطنة عمان بلد مفتوحة أمام كل الوافدين، كانوا عرب أو إن كانوا غير غير عرب، ولديهم مكانة وأيضا احترام قبل المواطن العماني وما إلى ذلك، حافظ على صورة عمان سلطنة عمان بهذا الخصوص. إيه، لأنه كانت عمان يعني أولا تعاني من نزيف ديموغرافي داخلها، كل القوى المتعلمة، كل القوى الفعاليات، كل الكادرات صارت برا، يعني سمة النزوح لا تنطبق ولا شيء يجسمها كما جسدتها سلطة عمان. الآن العكس تمام، آخر تابع عكسي، الناس اللي برا رجعت للبلد وأخذت مواقعها وأخذت أدوارها، ومن ثم هون يعني في فضيلة للسلطان. نعم، هو أنه لم ينشئ أي موقع في سلطنة عمان من دون ما يكون مرتبط بدور. نعم، والله هذا فلان خلاص مستشار، هذا فلان ما في، في برنامج عمل، في فعل، في فعل، وفعل تحكمه نوع من العدالة ندر وجوده للحقيقة. يعني في بتذكر أنا كنت مرة بعمان وشاهدتهم عم يهدوا بناية بكاملة، هذه البناية هذه العمارة عمرها واحد من أقربائه اللازم. نعم، لأنها مخالفة للقانون، ما أخذش إذن، حطها حزمها ونزلها على الأرض. نعم، طيب ابقى معنا عفوا أستاذ حسن. ينضم إلينا السيد عفيف أيوب السفير اللبناني السابق في مسقط، نرحب بك سيد عفيف. معنا هنا الأستاذ حسن كان يتحدث عن سياسة السلطان قابوس فيما خص الداخل، لكن أيضا سألنا عما خص سياسة السلطان قابوس فيما خص الدول العربية، كيف يعني عينتم ذلك أو رصدتم ذلك عن قرب اليوم كسفير سابق في مسقط فيما خص سياسة السلطان قابوس، الأولوية في السياسة الخارجية وما إلى ذلك خصوصا بالنسبة للدول العربية؟ أود بداية أن أتوجه بأحر التعازي إلى الشعب العماني الشقيق وإلى العائلة الحاكمة في سلطنة عمان. نعم، بوفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. بالنسبة للإجابة على السؤال الذي تفضلت به، فنحن لاحظنا من ناحية العلاقات الخارجية أن هناك تركيزا على تعزيز علاقات الصداقة مع جميع دول العالم وخصوصا دول الجوار. كذلك كان هناك تركيز على عدم الدخول في نزاعات مع أي دولة واعتماد الحلول السلمية عبر التفاوض المباشر دون قيود أو شروط، كما كان هناك تركيز على عدم استخدام القوة إلا في حالة وحيدة وهي الدفاع عن النفس، وعدم الدخول في محاور القوى وصراعات النفوذ إقليميا ودوليا، وعدم تهديد مصالح الدول الأخرى، وعدم اتخاذ قرارات تثير مخاوف وتشيح حالة ارتباك في العلاقات مع دول الجوار أو الدول الأبعد جغرافيا. نعم، وكان هناك اعتماد بسياسة الاعتدال والمرونة والواقعية، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية. وقد توج ذلك كذلك بموقف مهم جدا، وهو تقبل مواقف الدول الأخرى كما هي واحترام ظروفها، مع عدم الانجرار إلى تأييد البعض ضد آخرين، بل السعي للتوفيق فيما بينها إذا أمكن ذلك. وقد لاحظنا أن سلطنة عمان قد سعت إلى حل خلافاتها الحدودية مع اليمن والسعودية والإمارات العربية المتحدة بطريقة سلمية وعن طريق التفاوض، وهي لم تدخل في محاور النزاع في المنطقة. وكما ذكر الأستاذ حسان، فقد أبقت على علاقاتها الدبلوماسية مع مصر عام 1978 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، كما أبقت على علاقاتها الدبلوماسية مع إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية،
كما استمر وجود البعثة الدبلوماسية العمانية في دمشق والبعثة الدبلوماسية السورية في مسقط طوال فترة الأحداث المؤلمة في سوريا. ويضاف إلى ذلك الدور الذي تلعبه عمان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وقت الأزمات، وأعتقد أنكم قد ذكرتم هذا الموضوع. وكان من نجاحات هذه الوساطات العمانية إطلاق سراح مواطنين أمريكيين معتقلين في إيران، وكذلك مواطنين إيرانيين معتقلين في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يعني كان من إنجازات المساعي الحميدة العمانية، وهو معروف للجميع، سعيهم لتسهيل الوصول إلى الاتفاق حول الملف النووي بالفعل، وهي نقطة هامة جدا سنتحدث عنها بالتفصيل أيضا. طيب سيدة عفيف، حضرتك يعني التقيت أكثر من مرة بالسلطان قابوس، بالراحل السلطان قابوس، لو يعني رصدت شخصيته عن قرب، لو نتحدث أكثر عن تفاصيل هذه الشخصية التي نقلت يعني بلد من حالة إلى حالة في ظروف عشرات السنين، يعني سنين قليلة، نتحدث عن مرحلة قليلة جدا بالنظر إلى يعني مستوى التطور الذي باتت عليه سلطنة عمان. الحقيقة من يعيش في سلطنة عمان، وأنا قضيت في سلطنة عمان حوالي 10 سنوات في مهمتي الدبلوماسية، وقد كنت محظوظا بذلك. من يعيش في سلطنة عمان يشعر بأنه يعيش في دولة مزدهرة فيها الشعور بالإطمئنان والأمان، ويشعر بأنه هناك حاكما يحرص على مصلحة بلده ومستقبل شعبه، ويعيش التسامح فكرا وممارسة، وهو دائما كان يدعو إلى الاعتدال والوسطية والمقاربة العقلانية للشؤون العامة. وقد انعكس هذا الفكر لجلالة السلطان على الشعب العماني، فقد رأينا شعبا يفخر ببلده ويحبه بإخلاص ويسعى بحماسة كي يحب الآخرون سلطنة عمان. وقد لمسنا من الشعب العماني احترامه للقانون وتعامله بمودة مع الجنسيات الأخرى المقيمة في السلطنة، وشهدنا التسامح والتواصل والتآخي فيما بين أفراد الشعب العماني، وكل هذه كانت انعكاسا لسياسة جلالة السلطان قابوس ولرؤيته للسلطنة ولشعبها ولدورها الإقليمي والدولي. طيب، وحضرتك تحدثت عن أن من ضمن ملامح سياسة السلطان قابوس الخارجية تعزيز علاقات الصداقة خصوصا مع دول الجوار، سياسة الاعتدال والمرونة والواقعية وعدم التسرع في اتخاذ المواقف والسعي دائما إلى التوفيق. وحضرتك تحدثت عن حالات معينة فيما خص يعني الوساطة أو الدور الذي قامت به سلطنة عمان للوصول إلى الاتفاق النووي الإيراني. بالتفاصيل لو نتحدث عن هذا الموضوع عفوا سيد عفيف. دائما كانت عمان من خلال موقعها الجغرافي تتحمل مسؤولية دولية خاصة في منطقة الخليج، والجميع يعرف أن الدور الذي لعبته ولا تزال في عفوا سيد عفيف. سيد عفيف عفوا، لكن نتابع كلمة السلطان الجديد السلطان هيثم بن طارق الآن السعيد مباشرة، تفضل. إلى المستقبل والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه، هذا ما نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه على السير فيه والبناء عليه، لترقى عمان إلى المكانة المرموقة التي أرادها لها وسهر على تحقيقها. نكتب الله فكتب الله له النجاح والتوفيق. وعلى الصعيد الخارجي فإننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، مؤكدين على الثوابت التي اخترتها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي
بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات. كما سنبقى كما عهدنا العالم في عهد المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور داعين ومساهمين في حل الخلافات بالطرق السلمية وباذلين الجهد لإيجاد حلول مرضية لها بروح من الوفاق والتفاهم. وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أمان شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قدما إلى الأمام. وفي الشأن العربي سوف نستمر في دعم جامعة الدول العربية وسنتعاون مع أشقائنا زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية والرقي بحياة مواطنينا والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية. وستواصل عمان دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين ونشر الرخاء والاقتصادي في جميع دول العالم. وسنبني علاقتنا مع جميع دول العالم على تراث عظيم خلفه لنا السلطان الراحل عليه رحمة الله ومغفرته أساسه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع واحترام المواثيق والقوانين والاتفاقيات التي أمضيناها مع مختلف الدول والمنظمات. أيها المواطنون، ما كان لبلادنا عمان أن تحقق كل ذلك لولا القيادة الفذة للمغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله والأسس الثابتة التي أقام عليها بنيان هذه الدولة العصرية والتفافكم حول قيادته واعتزازكم بما أنجزناه جميعاً تحت قيادته الحكيمة. ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعداداً عالياً بكل فروعها وقطاعاتها وأجهزة أمنية ضمنت استقرار البلاد واحترام المواطنين. فنحن نقدر دورها العظيم في ضمان منجزات ومكتسبات البلاد ونؤكد على دعمنا لها واعتزازنا بدورها. أبناء عمان الأوفياء، إن الأمان المقاه على عاتقنا عظيمة والمسؤوليات جسيمة، فينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل، ولن يتأتى ذلك إلا بمساندتكم وتعاونكم وتضافر جميع الجهود للوصول إلى هذه الغاية الوطنية العظمى، وأن تقدموا كل ما يسهل في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء. وفقكم الله ورعاكم وأسبغ رحمته وغفرانه على السلطان الراحل حضرة صاحب الجلالة قابوس بن سعيد بن تيمور، وجزاه الله خير الجزاء وجعل كل ما أنجز وقدم في ميزان حسناته عند رب كريم، وأعاننا الله على السير على نهجه وإكمال ما أراد تحقيقه لهذا الشعب العظيم
إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا تابعنا وإياكم كلمة السلطان لسلطنة عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، والتي شدد فيها على استمرار نهج وسياسة السلطان قابوس السياسية الداخلية والخارجية. قال على الصعيد الخارجي سوف نسير على رسم خط السلطان الذي رسمه السلطان الراحل، وأكد على التعايش السلمي، على حسن الجوار، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، احترام سيادة الدول وحل النزاعات بطرق السلمية. شدد أيضا على ضرورة الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. قال سوف نستمر في دعم جامعة الدول العربية لتحقيق، ونستمر بالتعاون حتى تحقيق هذه الجامعة أهدافها. وقال نسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية، ونعمل مع دول الأمم المتحدة لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وما كان لعمان أن تحقق كل هذه النتائج وهذا ما وصلت إليه لولا الأسس الثابتة التي وضعها أو وضعتها قيادة السلطان قابوس. هذا ما جاء في كلمة إذن مشاهدينا السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق السعيد. ينضم إلينا الآن الإعلامي والكاتب السياسي من الكويت السيد حسين جمال. نرحب بك سيد حسين في نقطة وخاصية التي تطرق إليها السلطان الجديد بضرورة الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على تحسين العلاقات فيما بينها، وهي أيضا ثابتة كانت لدى السلطان الراحل سلطان قابوس. اليوم ما الذي فقدت دول الخليج ودول تحديدا مجلس التعاون الخليجي اليوم بفقدان السلطان قابوس؟ حقيقة وفاة السلطان قابوس يعني ثلمة في لا يمكن أن تسد بسهولة، وشخصية استراتيجية مؤثرة، كان يعني شخصية متوازنة انعكست على سياسة عمان الخارجية والداخلية. توازن في العلاقات، تمكن أن تكون عمان مركزا لعلاقات وطيدة بين الدول، التوسط لحل الأزمات السياسية في منطقة الخليج وفي المنطقة في المجمل. يعني عمان حافظت على علاقاتها مع إيران عندما كانت معظم الدول العربية عندها مشكلة مع إيران إبان الحرب العراقية الإيرانية. عمان حافظت على علاقاتها مع الدول والفرقاء في منطقة الخليج، حاولت أن تتوسط في الأزمة الخليجية، توسطت في العلاقات لأنها تملك علاقات وطيدة مع الغرب وتملك علاقات وطيدة مع إيران. هي كانت مركز المحادثات الإيرانية الأمريكية للتوصل إلى الاتفاق النووي. إيران عمان كانت ولا زالت وأعتقد ستسير في هذا المنهج في الحفاظ على علاقاتها مع الدول والتوسط والعمل على إرساء العملية السلمية في الإقليم وخارجه. يعني اليوم عمان تملك علاقات مع الفرقاء في اليمن، ويمكن أن تكون هي العامل الرئيسي لحل الأزمة في اليمن. نعم. عمان تملك العلاقات مع إيران والولايات المتحدة والغرب بشكل عام وبخصوص بريطانيا، ويمكن أن تلعب دور في إعادة العلاقات وإعادة ترتيب هذه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، واتفاقات جديدة بين الطرفين بعد أن كانت يعني واجهت المنطقة أشبه بالحرب. اليوم الجانب السياسي يلعب دور، وأعتقد عمان ستكون محطة من المحطات الرئيسية بسياستها الخارجية لفتح آفاق جديدة في العلاقات الدولية إقليميا بين الفرقاء الذين يختلفون. عمان هي المكان الذي ممكن أن يجتمعون وعلى طاولة واحدة ويحلوا. ولذلك أعتقد السلطان قابوس كان يعني مثل صمام الأمان الذي يمكن أن يحل العمليات التي كادت أو كانت ستتفجر في المنطقة إقليميا. وأعتقد هذا الدور لن يختلف فيه العمانيون، وسيسيرون في نهج
السلطان قابوس الذي بدأه منذ عقود. نعم. ولن تتغير هذه السياسة الخارجية. طيب ابقى معنا عفوا سيد حسين، العودة إلى ضيفي هنا بالاستوديو الأستاذ حسن. انطلاقا من كلام يعني ذكر عبارة لافتة جدا بأن السلطان قابوس كان شخصية استراتيجية مؤثرة، مفهوم استراتيجية مؤثرة كيف نستطيع أن نشرحه الآن؟ يعني لم يكن السلطان قابوس رجل يرتجل، لا شيء بكل سياسة السلطان لم يكن له مسار، ومسار كامل يعني من البداية حتى النهاية. نعم. وهنا تكمن أهميته. يعني أنا هلا ممكن أنه تنتقل السلطة من إلى، ولكن ما لا يمكن من دون ما أكون متشائم توفيره هو هالقدرة اللي كان يمتلكها السلطان قابوس في موضوع معالجته للملفات. كان لما ياخذ، عندما كان ياخذ قضية ويتبناها انما كان قضية سلطان عمان، مش ليتمظهر فيها او ليقول انه تحرك ابدا، وكان يتابعها. ولذلك كل الان ما يحصل على الناس كلها ان تكون متفائله، لانه رسم سيء يعني طريقه للتعامل دون وضع موضع التنفيذ، حتبين انها حتظهر انها كم هي واهيه. لهذا يعني كيف بدي اقول لك، انا يعني انا الان اجد صعوبه وعامل كتاب بكبره على السلطان تمام باختزال السلطان وامكانيات السلطان، لانه ظاهره فريده. نعم. بكل المعايير بكل المقاييس ظاهره فريده. يعني انا لا يعني لا انسى مثلا مشهد نزوله بين الثوار، فوجئوا فيه الناس اللي عندهم هن مجتمعين، واز هو بوسطهم. وما كان عنده الا سؤال واحد طرحه امام كل الناس اللي كانت عم تناهضه، تريدون بناء عمان؟ هيا بنا معي. وفعلا نجح بذلك. نجح. نعم. لا للشيء، لأن يمكن كمان هناك يعني أسباب موضوعية على سبيل المثال، حررت السلطان من حكاية الإرث والتوريث وأشياء من هذا النوع، فأعطى عمره كله للسلطان. أعطى عمره كله للسلطان، وبالتالي في غنى كبير هذا العمر، قادرين هلا يجرأ يعني يقتبسوا منه ايه، وهذا ما يعطيها ضمانه للعهد الجديد، لانه قدامه الطريق واضحه، لقد استبقى وضوح الرؤيه امام الجميع. نعم. تريدون عمان قويه هكذا، تريدون عمان مسالمه هكذا. عرفتي؟ هلا اي انحراف ممكن يقلز الثوابت، وانا بستبعدها. نعم. لانه تربوا تربيه على ايده. فيما نحن نطلق عليه مجلس عمان هو عبارة عن إطار أطر فيه كل القوى الفاعلة بعمان. نعم. ويحطها ويحط قدامها برنامج ويناقش، ثم يعني ما اكتفى الرجل بأنه أنا يعني بدي يكون عادل أو بدي يكون ديمقراطي، وضع الديمقراطية موضوع التنفيذ المباشر، والديمقراطية المباشرة ما يلفت النظر فيها ديمقراطية مباشرة، لأنه بنى علاقاته مع آخر قرية من قرى، كان يترك مسقط ويذهب في رحلات ميدانية معه كل الحاشية لثلاثة أشهر، ويلتقي المجتمعات المحلية ويصغي، وهذه واحدة كمان أيضا تجزل السلطان إصغاؤه. طيب ابقى معنا أستاذ حسن، نعود إلى السيد عفيف أيوب، وعذرا أطلنا على حضرتك سيد عفيف، لكن نسأل، يتحدث بأن الأستاذ حسن بأن السياسة الداخلية التي وضعها وبعض المجالس تحديدا مجلس عمان الذي أسسه السلطان قابوس كان ضمانة لبقاء سياسة السلطان قابوس الداخلية على مستوى التطور والازدهار وما إلى ذلك، لكن فيما خص العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية، إن كان على مستوى دور السلطان قابوس إن كان على مستوى سلطنة عمان كلاعب وسيط في حلحلة بعض أزمات المنطقة والأزمات يعني التي تدخل ضمن الأزمات الدولية ربما إذا صح التعبير، ما هي الضمانة اليوم؟ كان جلالة السلطان صمام أمان في المنطقة. نعم. وكان كل الدول التي لديها
نزاعات أو مشكلات فيما بينها تلجأ إلى جلالة السلطان لأخذ رأيه العمل معه على أفكار معينة يتم نقلها بين الأفرقاء للتوصل إلى حلول للأزمات. وأنا من خلال معرفتي بجلالة السلطان هيثم بن سعيد خلال فترة وجودي في سلطنة عمان، أستطيع أن أؤكد أن نهج السياسة الخارجية الذي كان موجودا في الفترة في فترة حكم جلالة السلطان قابوس سيستمر دون تغيير خلال فترة جلالة السلطان هيثم بن سعيد. نعم. طيب ابقى معنا عفوا سيد عفيف، اعود الى السيد حسين جمال. سيد حسين معنا؟ استاذ حسين؟ نعم معك. نعم استاذ حسين ايضا. نعم. ربما نفس في نفس الاطار اليوم، هل يعني ستستكمل السياسة الخارجية لسلطنة عمان بنفس الوتيرة فيما خص الوساطات؟ حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا سألنا عنها الأستاذ حسان، بأن سلطان قابوس كان يتمتع بشخصية استراتيجية. تحدث الأستاذ حسان على المستوى الداخلي، لكن على مستوى السياسة الخليجية أو العلاقات الخليجية، العلاقات العربية العربية وما إلى ذلك، ملامح هذه الشخصية الاستراتيجية وأيضا سياسة استراتيجية إذا صح التعبير نستطيع أن نسميها بذلك تجاه دول الخليج ودول عربية وبعض دول المنطقة، وكيف ستستكمل؟ شوفي، يعني بلا شك أن الاستقطابات الدولية والإقليمية لم تؤثر ولم تتأثر عمان بها، بل استثمرتها لحل الأزمات. هذا كان النهج واضح لسلطنة عمان وضعه السلطان الراحل السلطان قابوس. ولا أعتقد بأن السلطان الجديد سيكون مختلفا في علاقاته أو في الاستراتيجية التي وضعت ووضعت عمان على الخارطة. يعني اليوم عندما تكون هناك أزمة إقليمية أو أزمة دولية في منطقة الشرق الأوسط، سيلجأ الغرب إلى عمان ستلجأ الدول الإقليمية إلى عمان. يعني هو حافظ على ملفين داخلي وخارجي. على الملف الداخلي يعني حافظ على تطور عمان، رغم أن عمان ليست دولة نفطية كبرى مثل دول أخرى في الخليج. الحكم الرشيد في بناء بشري، من يزور عمان يعني خلال العشرين سنة اللي مضت يعرف كيف تطورت عمان، رغم يعني المصادر التي أقل من الدول الخليجية الأخرى. لديه سياسة خارجية يعني، لكن حتى في الموضوع النفطي كان يعني كانت سياسة سلطنة عمان تعتمد على إذا صح التعبير مصادر أخرى للتمويل أو للثروة وما إلى ذلك، ليس فقط على الموضوع النفطي وما تميز به عن دول الخليج. ولذلك صحيح، ولذلك هو انفتح اقتصاديا، انفتح تجاريا على العالم، وبدأ مشروع أن تكون عمان محطة أشبه بهونغ كونغ أو دبي أو سنغافورة، ووضعت أساسات لهذا بالتعاون الإقليمي مع دول إقليمية ودول كبرى خارجية. يعني أنا تفضل أستاذ حسين. كانت نعم تفضل. يعني مؤخرا كانت هناك أشبه بالحرب المفتوحة. الدولة التي يعني خرج منها وزير خارجيتها وانتقل إلى طهران هو وزير الخارجية العماني بن علوي، وتفاوض مع الإيرانيين وتفاوض مع الأمريكيين، كذلك كانت قطر. ولذلك أنا أقول بأن عمان كانت ولا زالت وستستمر في هذا النهج، وهذا النهج الذي وضعته عمان في استراتيجية الحفاظ على السيادة والحفاظ على علاقات متوازنة، هذه العلاقات المتوازنة وضعت عمان على الخريطة وستبقى عمان على الخريطة دام أنها تستمر في هذه الاستراتيجية المتوازنة العاقلة الراشدة التي حافظت على كثير من النزاعات ممكن كانت
تنشأ وتكبر وتدخل المنطقة في نفق مظلم لولا أن هذه السياسة حافظت على العلاقات بين الدول. أعتقد أن رحيل السلطان سيكون مؤلما، لكن أعتقد في نفس الوقت سياسة عمان لن تتغير في هذه المرحلة. وهذا هو السؤال أستاذ حسن، انطلاقا مما سلف، ما هي التحديات اليوم أمام السلطان الجديد؟ أن يعني على الأقل أن يحافظ على هذا المسار اللي رسم السلطان، وهو ليس بهذا التبسيط الذي قد يبدو فيه للوهلة الأولى. ليه؟ لأنه في استراتيجيات مثل ما كنت عم تحكي، في نوع من تبادل الارتباط بين ما هو داخلي بين ما هو خارجي. في الداخل دائما كان المرجع هو القانون، وأيضا في الخارج اعتمد المبدئية الشرعية. يعني شوفي المستوى اللي تعكس سلطنة عمان في علاقاتها مع الأمم المتحدة، مع مجلس الأمن، مع كل ما هو يبدو بصلة للشرعية الدولية، بنفس الحرص بنفس التماسك، لاعتبار أنه سياسي واحد. يعني طبعا بيصير في ملائمات، بيصير في أحداث قد تفاجئ الإنسان، ولكن على مستوى عمان كان عندها الحصانة دائما بأن تحتضن وتستوعب الحدث وترجع تكيفه برؤيتها برؤيتها. فالموضوع يعني ليس من، برجع بأكد، ليس من السهل قراءة دلالات ومرتكزات السلطان قابوس بدون أن يعني هذا أنه في نوع من التشاؤم، لا بالعكس تماما، لأنه المسار واضح قدامه. يعني أهم أعظم ما في تركته أنه حط مسار ما حدا بيضيع عنه، يعرف يضله ملتزم فيه لأنه في قوانين له وفي أطر وفي أرتك، فما في مجال للتاهي بالعكس بيقدر يستبقي أي حاكم كما يحصل الآن. وضوح الرؤية في رأسه انطلاقا من هذه الحيثيات اللي أسسها السلطان قابوس. ف يعني بتحسيني أنا أتلعثم لأسباب كثيرة، منها أخشى أن لا يعني لا أسيء أو شوه رونا فكره وتجربته. تجربة لها ما يميزها عن أي شيء بالعالم، عشنا الثورات وعشنا تجارب. أنا تقريبا خصوصا أننا نتحدث عن محيط عربي معروف في الواقع، يعني وأنا يعني بدأت مهنتي ريبورتر محقق ميداني. نعم. تقريبا لو بقول لك بالربارم اربع زوايا الارض، من افريقيا لاسيا لكذا، وهو ما شد انتباهي يعني من بين كل هذه الدول عشنا المآسي وشوف الناس والفقر وكل العناوين الجاري الحديث عنها. طيب شو اللي جعل عمان اذا حالي لها خصائص مميزه؟ انكبيت على قراءته للحقيقه، وهو السبب اللي دفعني اني اعمل كتاب، انا ما حدا كلفني فيه. فوجئوا العمانية انه طالع كتاب، طلبوا مني ابعث نسخ، قلت لهم لن نخلص، وهكذا يعني. ف يعني بتصور انا لانه الان بامكان الناس اللي سوف تستلم السلطه ان تتابع وهي مطمئنه، شرط التزامها بهذا، وهو شرط مش يعني يفهم منه انه ما في غيره، لا، مطلوب منهم يطوروه. نعم. ويجددوا فيه ويدخوا فيه دم جديد، خاصه وانه يعني دائما الجيل الجديد هو الاكثر انباء بنوعيه المستقبل. فكمان يعني في جيل عم ولد هلا. في الفتره اللي كان عم يعاني منها السلطان المرض، او هلا في الفتره اللي حيغيب فيها السلطان. في جيل ناشئ بالفعل. ونحن نتحدث عن جيل جديد ايضا من خلال السلطان هيثم بن طارق الجديد. انطلاقا من هنا سيد عفيف، شكل مستقبل والعلاقات الخارجية لسلطنة عمان والتحديات، هل من تحديات أيضا على مستوى السياسة الخارجية اليوم ما بعد السلطان قابوس؟ جلالة السلطان هيثم بن سعيد يمتلك نفس مواصفات الحكمة والرزانة وبعد النظر التي امتلكها جلالة السلطان قابوس.
ولذلك فإن لدي ثقة بأن السياسة الخارجية في سلطنة عمان ستستمر على نفس النهج. وأود هنا أن أشير أنه في سلطنة عمان هناك شورى في صنع القرار، ولا تؤخذ القرارات بصورة متسرعة، إنما يتم دراستها ومناقشتها على مختلف مستويات صنع القرار في السلطنة وصولا إلى جلالة السلطان. وعندما يتخذ القرار ويعلن عنه يتم الالتزام بمضمونه، وهناك دائما جدية في العمل وفي التنفيذ. وأود ربما أن أشير إلى أمر آخر ربما لم يتم التطرق إليه خلال هذا النقاش، هو الاهتمام الذي كان يوليه جلالة السلطان قابوس للبيئة وللثقافة في سلطنة عمان. نعم. وكان لديه تشجيع خاص للموسيقى العربية، وكان مهتم بشكل كبير بتعليم المرأة العمانية وإبراز دورها في النهضة العمانية. ولذلك من يزور سلطنة عمان ومن يعيش فيها يرى هذه المساواة الجميلة بين المرأة والرجل في سلطنة عمان، والدور الذي تلعبه المرأة العمانية على مختلف المستويات، إن كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وكذلك على مستوى مجلس الوزراء ومجلس عمان. هناك وجود لافت وظاهر للمرأة العمانية، والحقيقة يعني يعجب الإنسان بهذا المستوى الثقافي الراقي الموجود لدى الشعب العماني بشكل عام ولدى المرأة العمانية كذلك. يعني التطور الزهار ليس على مستوى الاقتصاد فقط نتحدث أستاذ حسان، إنما على المستوى الثقافي أيضا. ضيوف الكرام، مستوى الثقافي ومستوى الاجتماعي وكافة مناحي الحياة في سلطنة عمان. لكن أعود إليك سيد حسين جمال، كما ذكرنا منذ قليل بأنها لعب دورا أساسيا السلطان الراحل طبعا فيما خص العلاقة ما بين دول الخليج، وأيضا فيما خص دول مجلس التعاون الخليجي. اليوم هل هناك تخوف من فقدان الدور الذي لعبه على مستوى دول الخليج الذي لعبه طبعا السلطان قابوس، لأنه كان دائما يلعب دور الوسيط والملجأ في الأزمات إذا صح التعبير لحلحلة بعض الخلافات؟ يعني وهذا ما كنت أريد أن أعرج عليه. يعني تفضل. سياسة عمان الخارجية كانت واضحة رغم محاولة يعني في سنوات سابقة استفزازها في بعض الأحيان، إلا أنها حافظت على سياستها الداخلية والخارجية. واليوم رأينا الانتقال السلس للسلطة، وهو لم يعطي فرصة لمن كان يحاول التربص بعمان. يعني سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يقوم بدور شبيه بعمان، وكان هناك تنسيق كبير بين عمان والكويت، بين قائدين يحاولان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعتقد يعني عمان لن تغير في سياستها الخارجية، وكذلك الكويت التي يعني حافظت على سياسة خارجية شبيهة في عمان، وهذا التنسيق سيستمر للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم. وإلا إن لم يكن عقلاء مثل الراحل السلطان قابوس أو القادم السلطان هيثم بن طارق والشيخ صباح الأحمد الصباح، فإن المنطقة ستعج بالفوضى والحروب والنزاعات المختلفة. نعم. طيب نتابع الآن حول من هو هيثم بن طارق آل سعيد خلف السلطان الراحل قابوس بن سعيد، من هي هذه الشخصية؟ نتابعها مع الزميلة هبة محمود. السلطان الجديد هيثم بن طارق خلف لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد وهو في عامه 66، يعد من الأعضاء البارزين في عائلة آل سعيد الحاكمة في عمان منذ العام 1744. بعد تخرجه في جامعة أكسفورد سنة 1979 تبع دراسات عليا في كلية بيمبروك، تدرج هيثم بن طارق في مناصب عديدة في الدولة العمانية،
آخرها كان شغل حقيبة وزارة التراث والثقافة. نشط في قطاع الرياضة والشباب خلال الثمانينيات، ثم انتقل إلى المجال الدبلوماسي سنة 1986 حيث تولى منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 8 سنوات بين عامي 1986 و 1994، ثم عين بعد ذلك أمينا عاما لوزارة الخارجية حتى عام 2002 عندما شغل منصب وزير التراث والثقافة. وخلال سنوات توليه حقيبة وزارة الثقافة كان هيثم بن طارق آل سعيد أيضا مبعوثا خاصا للسلطان الراحل قابوس، كما تولى لجنة الرؤى المستقبلية التي ألقى السلطان الراحل على عاتقها مسؤولية التخطيط لمستقبل عمان حتى عام 2040. ويعرف عن السلطان الجديد تركيزه على عنصر الشباب، وله تصريحات عديدة في هذا الإطار. عندما نتكلم عن بناء الإنسان نتكلم عن ذات الإنسان قبل أن نكون التدريب. لابد أن الإنسان يبني نفسه قبل أن يخرج للخارج. نصيحتي للشباب من خبراتنا أن الإنسان لابد أن يكون عنده هدف في حياته، والهدف هذا لابد أن يكون شبه يومي تقريبا. هنا كان يلتقي مجموعة من الشباب في إطار رؤية 2040، مؤكدا أن البرنامج الذي تقوم عليه رؤى مستقبل عمان هو خلاصة ما يتطلع إليه الشباب العماني. أستاذ حسن، نختم بهذا السؤال. تحدثنا منذ قليل، تحدث الأستاذ عفيف السفير اللبناني السابق في مسقط عن دور الاجتماعي والثقافي وكافة مناحي الحياة، يعني طلع بتطوير كافة مناحي المجتمع العماني، لكن فيما خص فكرة الأمن الاجتماعي، يعني أرسى قاعدة أن أمن اجتماعي داخل سلطنة عمان. فقط لو تحدث بتفصيل بدقائق قليلة عفوا لو سمحت أستاذ. الحقيقة هو يعني كلمة الأمن لا تطابق الدلالة اللي نحن نتوخاها من الأمن الاجتماعي بقدر ما هي مرتبطة بكلمة الأمان. كان السلطان يشدد على هذا الفارق الجوهري، الفارق بين الأمن والأمان. وبنى يمكن كل استراتيجيته وعلى كل المستويات بما فيها السقفي وغير السقفي، دائما هو الأمن، يعني الأمان السقفي، ما تخلوا الناس تنحرم من شيء بس ما تكبوا عليها كل شيء. ما تكبوا عليها كل شيء. ومن هنا كان يعني يعتمد التمرحل، يعني هو الحقوق التي اكتسبتها الامراه في عمان لم تكن مره واحده ودفعه واحد، على مراحل واذا ما قاربتيها بكل تلاقيها دائما المساله على ما كانش مستعجل. ما يحرق الوقت. يشبعوا يركزوا يترسخ ينطلق فيه. إذا الأستاذ حسن الزين رئيس تحرير مجلة الشاهد، شكرا لك لحضورك معنا في استوديو الميادين. إذا الشكر للسيد عفيف أيوب السفير اللبناني السابق في مسقط، شكرا لك سيد عفيف. ونشكر أيضا الأستاذ حسين جمال الإعلامي والكاتب السياسي حدثنا من الكويت، الشكر لك أيضا أستاذ حسين. الشكر الكبير لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.